عليه أن يكون ملاذا للمظلومين، عليه أن يكون ملاذا للمستضعفين، عليه أن يكون ملجأ للفقراء والأرامل والمساكين وغير ذلك. وعندئذ ستفاض عليه نعم الله سبحانه وتعالى في مقابل السلطان الجائر على أي مستوى كان ذلك السلطان. قف قل كلمة الحق. لاحظوا هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول: من مشى إلى سلطان جائر. كم واحد أخوي يمشون إلى سلطان جائر مثل صدام أو هدام أو غيرهم؟ هذا في المستوى الأرفع، يعني المصداق الأجلى للسلطان الجائر ورئيس الجمهورية إذا كان جائرا. مصادق أيضا أدنى، أخو فلان وزير قد يكون فرعون، فلان شيخ أو فلان شخصية أو فلان أستاذ جامعة أو أي شيء آخر قد يكون فرعونا. من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى الله، علما بأنه عادة السلاطين سلاطين الجور لا يرتدعون عادة هكذا، لكن مع ذلك من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى الله ووعظه وخوفه كان له مثل أجر الثقلين الجن والإنس ومثل أعماله. إحنا نتصور عادة أن العبادة هي مجرد أن واحد يروح إلى الحرم، العبادة مجرد أن الإنسان يصلي صلاة الليل، هذه كلها عبادة على الرأس والعين ومن أفضل القربات إلى الله. نتصور العبادة فقط الصيام وما أشبه ذلك، التهجد، السجود الطويل، ذكر الله سبحانه وتعالى، كلها عبادات. لا، صحيح تلك كلها عبادات وهي ضرورية ولازمة وبعضها واجب، لكن هذه أيضا عبادة. ليش في قائمة عملنا هذا ما نعتبر من العبادات أن تذهب إلى سلطان جائر سواء كان كبيرا أم صغيرا فتردعه؟ الإمام يقول لك مثل أجر الثقلين أو الثقلين الإنس والجن ومثل أعمالهم، يعني كل ما عبد الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة الله يعطيك مثل أجرهم. لماذا؟ السبب في ذلك من الأسباب أن المشي إلى السلطان الجائر صعب، المشي إلى السلطان الجائر مخيف، المشي إلى السلطان الجائر لكي تعظه وتخوفه تترتب عليه ضريبة جدا ثقيلة، لكن الله سبحانه وتعالى يعطيك هذا الأجر العظيم. إذن هذه نقطة، أنه علينا أن نجعل في قاموس عباداتنا يوميا، أشوف مثل ما يوميا أفكر صليت اليوم صلاة الليل أو لا، الليل اليوم ذهبت إلى الحرم أو لم أذهب، اليوم استغفرت الله سبحانه وتعالى 100 مرة أو لا، اليوم صليت على النبي وآله 100 مرة أو لا. اللهم صل على محمد. إحنا نحاسب أنفسنا في هذه العبادات، خلينا نحاسب أنفسنا، هل اليوم ردعت ظالما عن ظلمه؟ قد لا أستطيع أن أمشي إلى الحاكم لأنه لا يفتح الطريق لي، لكن ممكن أكتب رسالة، الملاك نفسه موجود. لو أن كل مؤمن التزم في مقابل الجائرين متجبر في المحلة أو كان رئيس جمهورية أو كان من مستويات مختلفة، في أي مستوى كان، في أي مستوى كان، أن يمشي الإنسان إليه، أن يجهر على المنبر بتلك الظلامة وبالدفاع عن حقوق الناس وظلامة المظلومين. هذا البلد الآن كم فيه من الثروات وكم هو وارد النفط أو النفط، وكذلك سائر بلاد الإسلام، لكن كم فقيرا يوجد؟ لاحظوا كم أرملة توجد، كم يتيما يوجد، كم مستضعفا يوجد، كم مضطهدا يوجد، كم مظلوما نجد في هذا البلد وسائر البلاد. إذا كل واحد كان يلتزم بهذه الرواية أنه يمشي إلى السلطان الجائر أو يكتب رسالة أو يتكلم على المنبر أو يتكلم في هذا المحفل وذلك المجمع وغير ذلك، الأمر كان يختلف تماما، الأمر كان يختلف تماما. الآن خطر ببالي مثال أذكره لا بأس، وإن كان تجاوزنا الوقت بربع دقيقة، لكن نجعله خاتمة. أحد السادة الأجلاء تعرفوه كثير منكم، هذا ذكرني قبل أيام بهذه الظلام. هذا السيد الإرهابيين فجروا بيته فقتلت زوجته بعض أولاده أو جرح بعض أولاده،
هو أيضا جرح. فسألت قبل أيام أنه ما الذي جرى بالنسبة للإرهابيين الذين قاموا بهذه العملية فجروا بيته؟ قال اعتقلوهم ثم نقلوهم للعاصمة ويمكن يطلقون سراحهم كما أطلقوا سراح الكثيرين. أكو ضغوط، أكو ضغوط معينة تمارس، أكو أيادي دخيلة لإطلاق الإرهابيين لخراب هذا البلد. فأنا سألت السيد أنه ما الذي صنعت؟ قال لي شو أسوي أنا؟ قلت له زين تكتب رسالة كذا، شنو فائدة أكتب رسالة؟ الكلام هو أنه إذا أنا هنا موطن الشاهد، هناك الجهات الأخرى تضغط باتجاه باطلها كما في سامراء الآن أيضا كذلك، ضغوط شديدة لأجل استرجاع سامراء لكي ترجع بيد نفس أولئك الإرهابيين أو جماعتهم أو أولئك الذين كانوا ظهراء لهم، هم فجروا المرقدين الشريفين ثم بعد ذلك يبدون يستعيدون المرقد الشريف والمرقدين الشريفين. ضغوط أكو، ليش من هذا الجانب ما تكون ضغوط؟ إذا أنت تكتب رسالة وزيد يكتب رسالة ملايين الرسائل ستكون، إذا هذا على المنبر يتكلم وذاك على المنبر وهذه الفضائية تتكلم وذاك، لا الكلام مؤثر. ليست القضية رسالة واحدة مني فقط، حتى لو كانت رسالة واحدة لها قيمتها. هذه الرواية تقول من مشى هذا الشخص يمكن يقتلوه، أصلا ما له قيمة واحد يروح يتكلم عن سلطان جائر، يقتلوه أو يطرده، لكن يكون له أجر عبادة الثقلين ومثل أعمالهم. من مشى إلى سلطان جائر، إلى آخر الرواية، الرواية تقول من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى الله ووعظه وخوفه كان له مثل أجر الثقلين أو الثقلين الجن والإنس ومثل أعمالهم. إذا في كل ظلامة صغيرة أم كبيرة، اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية أم حقوقية أم غيرها، أنا تكلمت وجنابكم تكلمتوا وزيد تكلم، هاي الفضائيات بعضها هدامة بالفعل، يعني تهدم الأسس الأخلاقية في البيوت. إذا احنا تكلمنا وزيد تكلم وعمر تكلم وبكر تكلم، هذا بعد ما راح تتجرأ تستمر على انتهاك الحرمات بمختلف ألوانها وبمختلف أشكالها.